النهارده جايب لكم اوفر خطير جدا بتقدمه بيرلي، ودايما بيرلي بتهتم ازاي تساعد بشكل مهم جدا كل الناس اللي عندها عربيات. هتقولي ايه بقى اللي انت جاي تقوله ده النهارده؟ اقول لك حاجه مهمه قوي، ان مع ارتفاع اسعار العربيات بقيت ادور دلوقتي على افضل حاجات تساعدنا ان احنا نحافظ على العربيات، وهو ده اللي انا قدرت اوصل ليه مع بيرلي، ان احنا ازاي نطلع عرض كويس جدا تقدر تستفيد منه. تغيير الاطارات مهم بنسبة 100%، يعني مش حاجة تستنى ان الكاوتش يبوظ وتبدأ تغيره، لا، مهم قوي ان لما يجي الوقت اللي هيتغير فيه الاطارات بتاعتك تغيرها عشان تحافظ على عربيتك، خصوصا ان تمن العربية ما بقاش حاجة سهلة، تمن العربية النهاردة بقى رقم كبير قوي، وفي نفس الوقت الاطارات غليت. عشان كده النهاردة بيرلي جابت لنا عرض مهم جدا قلت اقوله لحضراتكم. تقدر تشتري كاوتش عربيتك وتقسطه على 6 شهور من غير فوائد ولا مصاريف إدارية ولا مؤدب. أيوة، عملوا ديل لطيف جدا مع شركة فاليو. تقدر ان انت تروح لأي فرع من فروع بيرلي المعتمدين عن طريق رقم الكول سنتر، تكلمهم تقول لهم والله أقرب فرع معتمد لبيرلي فين، ودي نقطة مهمة جدا عشان تستفيد بالفنيين المتدربين بشكل مظبوط، تبقى واخد الإطارات راكبة بالشكل الصح، تبقى متأكد ان انت بتعمل كل الخدمات اللي بتركب في عربيتك بطريقة سليمة. ودي الجزء اللي بيرلي بتهتم بيه عشان دايما تطور كل العنصر البشري اللي بيشتغل بايديه في العربية بتاعتك، مش بس اطار، لا، انا فارق معايا كمان طريقة تركيب الاطار، فارق معايا ازاي ترصص، ازاي تظبط زوايا، كل ده عوامل مهمة جدا بتحصل وانت بتشتري الاطار. هتكلم الرقم اللي موجود وهو ده رقم الكول سنتر لبيرلي، تعرف فين المكان المعتمد اللي تقدر ان انت تروح له عشان تقدر تستفيد بالخدمات اللي بتتقدم من المراكز المعتمدة لبيرلي، وتقسط الاطارات بتاعتك عن طريق فاليو من غير مقدم، من غير مصاريف ادارية، من غير فوائد على 6 شهور. النهاردة لما لقيت الاوفر ده بصراحة قلت اقوله لحضراتكم، لانه هيساعد معاك شوية لو انت عايز تغير الكاوتش، ويساعد عليك الموضوع، لان انا عارف ان بقى سعر الكاوتش مش رخيص، سعر العربية كمان ما بقاش رخيص، فكل ما بلاقي حاجة تقدر انها تفيد حضراتكم باجي اقول لكم عليها. تاني كلم رقم الكول سنتر، تقدر ان انت تعرف فين الاماكن المعتمدة بتاعت بيرلي، وتقدر ان انت تستفيد بالعرض ده لو عندك فاليو تقسط على 6 شهور من غير مقدم، من غير مصاريف ادارية، من غير فوائد، وبالحالة دي تقدر ان انت تبقى دايما محافظ على عربيتك. الاطارات مش حاجة يعني بنقول انها نغيرها لما الكاوتش يبوظ فنغير الكاوتش، لا، الكاوتش من الحاجات الاساسيه جدا لازم تاخد بالك منها وتحافظ عليها بصوره سليمه ومستمره. مهم قوي كمان نقطه صغيره، فكره انك انت معدي في الجو الحر ده تخش تظبط الهواء، ده مش مظبوط. ظبط الهواء لازم يكون عن طريق ان العجل يكون بارد، يعني اقرب مركز قدامك حوالين بيتك الصبح كده في مسافه ما زادتش عن 10 دقائق تقريبا، وسرعه ما زادتش تقريبا عن 60 كيلو، توصل تقيس الهواء قد ايه وتظبط ضغط الهواء، والضغط السليم بتاع الهواء هو اللي مكتوب على قايم العربيه او في كتاب الكتالوج بتاع العربيه، او حضرتك تبعت لنا ونقدر نقول لك ضغط الهواء المظبوط بتاع عربيتك كام، اللي المصنع او الشركه المصنعه قالت ده افضل ضغط يتظبط بيه الهواء في الاطارات عشان يحافظ على العربيه.